يعيش فيها شعب ذكي وتتمتع بتقنيات وتكنولوجيا متطورة لم يعرف التاريخ مثلها أبداً. حكم مدينة أتلانتس المفقودة إله البحر اليوناني بوسايدون، الذي حرص على استخدام أتلانتس بأكملها للتعبير عن تقديره لزوجته. لذلك قام ببناء قصر كبير لها على إحدى التلال في وسط المدينة. شعب أتلانتس فقد أخلاقه ومبادئه وتحول إلى قوة عسكرية غاشمة أخذت تهاجم بقية الدول، فاحتلت شمال أفريقيا وأوروبا، إلى أن انتفض الشعب ذو الأخلاق النقية سكان أثينا المدينة الأغريقية لمقاومة عدوان قوم أتلانتس وانتصروا عليه. عندها غضب الإله زوس، وهنا بدأت نهاية أتلانتس. إلا أنها لا توضح إن قرر زوس تدمير مدينة أتلانتس أم لا، فهي تكتفي بذكر وعيد ذاك الإله بأن يلقن أتلانتس درسا عنيفا. وبحسب أساطير أخرى يقال إن حضارة أتلانتس بكنوزها وآثارها تدمرت بالكامل نتيجة طوفان عظيم. وأكثر من ذلك، يربط البعض هذا الطوفان بطوفان نبي الله نوح. مرعب. سواء كانت أتلانتس حقيقة أم مجرد أسطورة، لابد لنا من أن نطرح سؤالا إضافيا: لماذا ارتبط اسمها بالحضارة الفرعونية وبالحكومة النازية وبأدولف هتلر بالتحديد؟ وعلى الرغم من الأقاويل التي تشير إلى أن المدينة الضائعة قد تكون قبالة الساحل الإسباني أو في الجزء غير المكتشف من القطب المتجمد الجنوبي، إلا أن كنوز أتلانتس من المتوقع أن تكون مغمورة مقابل شواطئنا العربية. تفاجأتم أليس كذلك؟ سنوضح هذه الحقيقة لكم لاحقا. أفلاطون هو أول من أطلق فتيل أسطورة أتلانتس، وذلك في قصة تعود إلى العام 360 قبل الميلاد، إذ كتب نصا غريبا أثار اهتمام العلماء إلى يومنا هذا. لنتحدث قليلا عن هذا النص قبل التطرق إلى الأدلة المتداولة حول حقيقة وجود مدينة أتلانتس الضائعة. أفلاطون تحدث عن مدينة أتلانتس من خلال محادثة تدور بين شخصين. تحدث أحدهما فيها عن جده الذي ذهب في رحلة إلى مصر، حيث قيل له إن هناك قارة أطلسية حكمت العالم وقدمت تطورا علميا لا يضاهى. فوفقا للأسطورة، فإن الأطلسيين الناجين من الطوفان انتشروا حول العالم وعلموا الحضارات الأخرى ما توصلوا إليه من علوم متقدمة تتعلق بالكهرباء ووسائل النقل والطيران، أبرزها بحسب الأسطورة الصحون الطائرة والطائرات. وما لن تصدقوه، هذا الأمر موثق ضمن الآثار الفرعونية المكتشفة التي تصور تقدم أتلانتس وتطورها التقني، الأمر الذي سنتطرق إليه في سياق الحلقة وسيصدمكم ما ستعرفونه عن هذه النقطة. لا يصدق. إذن وفقا لأفلاطون، تقع أتلانتس وراء أعمدة هرقل، وهو الاسم الذي يطلق على مضيق جبل طارق الذي يصل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي. تتساءلون عن سبب تسميتها بأعمدة هرقل. حسناً، لأنه بحسب الأسطورة القديمة نتجت هذه الأعمدة عن شق هرقل لصخرة عملاقة في ذاك الموقع. ويعتقد المؤمنون بوجود أتلانتس بأن المضيق ما هو إلا بوابة المدينة، وأن جزر أزور والكناري هي بقايا هذه الحضارة المتطورة. بغض النظر عن رواية أفلاطون، هناك عدة أساطير تم تداولها عن أتلانتس، أبرزها الأسطورة الأولى: أتلانتس كانت قارة وليست مجرد مدينة، وقد ظهرت في منتصف المحيط الأطلسي وتعرضت لغرق مفاجئ. الأسطورة الثانية: اختفاء أتلانتس في مثلث برمودا. يشير بعض المؤيدين لنظرية وجود أتلانتس إلى أن المدينة غرقت في مثلث برمودا، وقد دعموا نظريتهم بآثار طرقات وجدران في المحيط تم اكتشافها. ولكن بحسب العلماء فإن هذه الآثار من صنع الطبيعة لا البشر. الأسطورة الثالثة: أتلانتس هي أنتاركتيكا. بحسب هذه الأسطورة شهدت القشرة الأرضية تحولا كبيرا قبل حوالي 12 ألف عام،
نتج عنه تغيير موقع أنتاركتيكا التي كانت أرضاً لحضارة أتلانتس المتقدمة بشكل كلي، وقد تسبب هذا التحول بدفن حضارة أتلانتس تحت الجليد. الأسطورة الرابعة، أتلانتس من اختراع أفلاطون. تشير هذه الأسطورة إلى أن أتلانتس ليست سوى مكان خيالي تخيله الفيلسوف أفلاطون. تعددت الأساطير وتنوعت، قد يكون بعضها محقاً أو مخطئاً، إلا أن الأكيد هو أنها خلقت جدلاً هو الأكبر من نوعه، إذ انقسم العلماء بين مؤيد لوجود أتلانتس ومعارض. فما هي الدلائل التي ارتكز عليها العلماء لدعم نظرية وجود أتلانتس؟ الدليل الأول، آثار مكتشفة على الساحل الإسباني، إذ تعتقد البعثة البريطانية الأمريكية أنه تم اكتشاف بقايا من مدينة أتلانتس عند التقاط صور بالأقمار الصناعية لجنوب إسبانيا. فالآثار المكتشفة على هيئة حلقات تشبه إلى درجة كبيرة الوصف الذي نسبه أفلاطون لمدينة أتلانتس في كتاباته. الدليل الثاني، والذي أثار حماسة العلماء بقرب اكتشاف أتلانتس، اكتشاف سور عظيم طوله 120 كيلومتراً في عمق المحيط الأطلسي، والذي يقال أنه يعود إلى حضارة أتلانتس العظيمة. الدليل الثالث والأقوى، عثور العلماء على مدينة على شكل أهرامات حجرية غارقة من 50,000 عام في منطقة مثلث برمودا في المحيط الأطلسي، بحيث يعتقد العلماء أن بقايا آثار المدينة المفقودة تعود لأتلانتس. والذي يعزز هذه النظرية هو قرب هذه الآثار من مضيق جبل طارق، وهو المكان الذي وصفه أفلاطون في كتابه. الدليل الرابع والمتعلق بشكل ملفت بمنطقتنا العربية كما ذكرنا في بداية الحلقة، عثر الباحثون على أدلة تؤكد وجود قارة أتلانتس بين قبرص وسوريا، وذلك باكتشاف آثار مستوطنات بشرية تحت البحر على عمق 1.5 كيلومتر وعلى بعد 80 كيلومتراً على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، ويعتقدون أن قبرص هي الجزء الذي ما زال ظاهراً من أتلانتس. فهل تعتقدون أن أتلانتس أمام ناظرينا؟ لا أحد يعلم. هذا ليس كل شيء، فهناك دليلان آخران، وهذه الأدلة ستترككم في صدمة مطلقة. الأول هو العثور في مقتنيات أحد السلاطين العثمانيين على وثائق قديمة وخرائط اعتمد عليها الرحالة الشهير كريستوفر كولومبوس في استكشاف العالم، بحيث توجد على هذه الخرائط جزيرة واحدة غير موجودة على الخرائط الحديثة. فهل يعقل أن تكون هذه الجزيرة هي أتلانتس؟ ممكن. الدليل المثير الثاني هو النقوش الغريبة التي وجدت ضمن آثار الحضارة الفرعونية. لنغوص أكثر في هذه الفكرة نظراً لكثرة الأسئلة عليها. يؤمن العلماء المؤيدون لنظرية أتلانتس أن هناك علاقة قوية بين أتلانتس والحضارة الفرعونية. فعلى حد تعبيرهم، ذهب الناجين من الفيضان إلى مصر ونقلوا إليهم ما توصلوا إليه من علوم متقدمة، الأمر الذي وثقته الرسوم الغريبة والغامضة الموجودة في معبد أبيدوس، والتي تظهر مروحية وغواصة وطبقا طائر. يقول المشككون إن هذه الأشكال ناتجة عن إعادة نقش للحروف، وأنه خلال الأعوام التالية نقشت كلمات فوق النقوش القديمة تمدح وتبجل الفرعون رمسيس الثاني، وبمرور الوقت كانت بعض أجزاء الجبس تنكسر، فاتخذت هذه الكتابات وتلك الأشكال. ولكن كان لمؤيدي نظرية أتلانتس رأي آخر معارض تماما. فعلى حد تعبيرهم، إن المصريين القدماء كانوا حرفيين ماهرين، وإذا أرادوا كتابة نص جديد كانوا يزيلون القديم أولا أو يقومون بالتدوين على رقع وبقع فارغة. وهنا لابد من طرح سؤال واحد، بغض النظر عن حقيقة هذا الأمر، من الممكن أن نجد رسماً واحداً في الحضارة الفرعونية شبيه للتكنولوجيا المتطورة التي نشهدها الآن، ولكن أن نجد 3 رسومات؟ أهذه حقاً مجرد صدفة؟ فكروا معي، هناك صورة لغواصة وطبق طائر وطوافة. غريب. هذا ليس كل شيء،
هناك اكتشاف غريب آخر يتعلق بالحضارة الفرعونية، وقد يكون مرتبطاً بأتلانتس، وهو الغرفة السرية التي تقع أسفل تمثال أبو الهول، والتي يقال أنها تخفي كنزاً علمياً ووثائق معرفية عن عصر الأرض الأول. تتساءلون ما الذي يؤكد وجود هذه الغرفة السرية؟ حسناً، هناك عالم واحد يدعى بيل براون قام بتكريس حياته لإيجاد هذا الكنز المدفون تحت أبو الهول، والملفت أنه وجد أسفل التمثال فجوة مفرغة باستخدام صور الرادار، والغريب أن العالم لم يستطع الحصول على إذن بالحفر لاكتشاف هذه الفجوة، أو إذا كانت تحتوي على آثار الأطلسيين أم لا. أتلانتس لم تأسر العلماء وحسب، بل أسرت أقوى وأهم الحكومات على مر التاريخ، وأبرز هذه الحكومات النازية، التي طلب منها هتلر شخصياً إيجاد مدينة أتلانتس الضائعة. والملفت أن هتلر يؤمن أن هناك أراضٍ غير مكتشفة يقال أنها خلف القطب الجنوبي. وهنا لابد من التطرق إلى نقطة مثيرة للاهتمام، وهي اكتشافات ريتشارد بيرد، الذي سعى إلى إزدال الستار عن خفايا القارة المتجمدة الجرداء أنتاركتيكا. ففي إحدى رحلاته فوق القطب الجنوبي كان أول ما قاله أن هناك أراضٍ شاسعة بعد القطب. فما رأيكم؟ هل هذا التصريح هو مجرد توقع أم تحضير للإعلان عن حقيقة نجهلها؟ إذن الأدلة طرحناها لكم، الوقائع أصبحتم تعرفونها الآن، والقصة الكاملة بين أيديكم. فما رأيكم؟ هل مدينة أتلانتس أسطورة أم حقيقة غامضة لن نستطيع فك لغزها أبداً؟ ما قلناه هو ما علم عن أتلانتس، وما خفي أعظم. لا تنسوا الإعجاب، مشاركة الفيديو، والاشتراك معي في القناة.